اهلا وسهلا ومرحبا بكم في سحري بحري. كالعاده وكل نهار سبت انا نحس في روحي مانيش قاعد نخدم في تلفزه. تو الجمعه اللي فاتت نخدم في صاله افراح، الجمعه هذه نخدم في روضه. من العشره سي راهو هذا يا ضربه فيا مسير سنفسخ الصبوره سيدي هذوكم يفوتوا مليت مريوم بيت بنحب بيت مريوم. أمين قرى الجمعة هذه في فورمة على الأخر نهارة السبت يشتح هو قياس بزنس على ركيل كما حب وشتهي وبعد قال مرته وراء رجلك في ديل لازم تكون نحبك أمين نعشقك وما نقدرش نعيش بليش بيك مدام أحلام قاعدة تفرج رجلك قداش في ديل ولا وعمل غشة الموسم وقت اللي الشمس يلعب بالجوي بالرسمي اقوى غشه باش تسمعوها في حياتكم في جميع التلفز التونسي تونسي سيبوا الشمس تلعب بين بعض في الدار فهمت كل خير ما فهموكش لا اله الا الله وحسبي الله ونعم الوكيل نهار السبت جد بحذنا راكيل ملا راكيل عديت ساعتين بحذانا وليت رشيد مع عشرة كيل روي بعد انسى همك مين سارة مين ختيارة نهار الاربعاء الشمس قال لنا اللي هو مره ليله راس العام بيت في الشارع انا مليله ليله راس العام بيت في الشارع وما يقلقنيش وذاك كان اللي حافظ باش ولي شمس الدين باش جبت لكم فيديو تدل اللي بالرسمي شمس بيت في الشارع نقعدوا في نهار الاربعاء وين جعفور اعطانا موقفه من الكلاب برشا يعتقدوا اللي الكلب وفي بالنسبه لي انا الكلب كلب يا اخي مريوم اتغشت كيفاش قال على الكلب كلب عودها فيا عاش فيه الكلب كلب ما تشاو شي كلب كلب عملت لنا بالضبط كيما هذا وقت اللي قالوا له بوناني عيبي يقولي بوناني بوناني هو ما يقوليش بوناني عيبي يا لا بوناني هو ثم واحد نهار السبت ابدع هد الهدود طيح لقشة من السميت بركل على صاحبي مكش نورمال اما انا عملت الانفستيغاسيون تاعي وقيت علاش الراجل هذايا الجيل التاسع خاطرو مغروم برشا بمريم الدباغ اي نعم يا جماعه كيما قاعدين تشوفوا نفس التصويره اللي حطتها على مريونو حطتها فوتو بروفيل على الفيسبوك دونك اوفيسيالمون يا جماعه هذا الشخص الفان الاول والوحيد لمريم الدباغ اوكي برجو ليا كارجدي بالجسمي مش نورمال فليكسيبل في حزامه رقة تق تق في بالكم الرجل ذي عمل كوارث بحزامه هاي ملا تفرج تو تفر We're filming Best idea ever It was at this moment that he knew. He knew. Whoa! That's the camera. Sorry. Oh, هذه كان سحري بحري خليكم مع بقية الميسيون انا اتقابل معاكم الجمعة الجاية